أولى التحديثات في نسخة سكايب الجديدة هي أن آخر المحادثات والاتصالات التي أجريتها ستظهر مباشرة أمامك عند تشغيل التطبيق، بالإضافة إلى جهات الاتصال المفضلة والتي تتواصل معها بشكل أكبر. كما أصبح من الأسهل إضافة جهات الاتصال المفضلة من خلال السحب واللمس وتحديث واجهة الاتصال بالهواتف الخلوية أو الأرضية، فضلاً عن معرفة الرصيد والمكالمات السابقة وغيرها بسهولة. وسيعمل التطبيق الجديد في الخلفية دائماً على مختلف الأجهزة التي تستخدم ويندوز 8، سواء كمبيوتر مكتبي أو محمول أو لوحي، حيث يمكن استقبال المكالمات الصوتية والمرئية والمحادثات من دون الحضور على سكايب، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استهلاك الطاقة البطارية. وتم تصميم التطبيق بشكل جديد كلياً، بحيث يظهر على كامل الشاشة وفيه المزيد من المساحات البيضاء التي تعطي بساطة وسهولة في الاستخدام.